تستمر فعاليات مهرجان الملك عبد العزيز للصقور الذي انطلق قبل أيام ويجمع نخبة من ملاك الصقور في السعودية ودول مجلس التعاون، وتقام المنافسات في منطقة أرض مهرجان الملك عبد العزيز للصقور بملهم شمال مدينة الرياض. ويعتبر المهرجان الأكبر من نوعه على مستوى العالم، ويستهدف جميع فئات الصقور بالمشاركة في مسابقتي الملواح والمزاج. تابع لنا المهرجان من الرياض الزميل عبد المحسن الحربي. أهلا بك يا عبد المحسن، كيف تتابع لنا آخر التطورات المتعلقة بمهرجان الملك عبد العزيز للصقور؟ نعم محمد، نحن في نهاية هذا اليوم اللي انطلق صباحا مبكرا، نتحدث عن انطلاق المنافسات للأشواط التمهيدية اليوم مبكرا عند الساعة 8 صباحا. كما تشاهد القاعة فاضية، ولكن كان منافسة محتدمة وكبيرة. هنا نشوف الميدان اللي يتم فيه التنافس على المسابقات اليوم، عدد كبير من الصقور اللي انضمت للسباقات وكذلك أصحاب هذه الطيور. سنتحدث بشكل مختصر وبعد ذلك سندخل إلى أحد الفائزين في هذه الصقور مع وليد الطويل المتحدث الرسمي لمهرجان الملك عبد العزيز للصقور. حدثنا في البداية عن هذا المهرجان، أبرز الجوائز وكذلك الحالة العامة للتنافس في المهرجان. طبعا مهرجان الملك عبد العزيز للصقور مهرجان دولي ينظمه نادي الصقور السعودي. طبعا يقام في هذا المهرجان نخبة من ملاك الصقور في المملكة أيضا وفي دول الخليج العربي في مسابقة الملواح وأيضا في مسابقة المزاين. ولله الحمد قيادة الرشيدة حفظها الله يعني في هذا الموروث صراحة اهتمام كبير جدا للصقارين سواء أو الملاك أو المحبين لهواية الصقور. ولله الحمد يعني تحظى ثقافة الصيد بالصقور في المملكة اهتمام قيادة الرشيدة. نعم، عدد الجوائز ب 22 مليون و 700 ألف ريال. شكرا جزيلا. شكرا. اذا محمد، نحن هذا في هذا الموقع اللي يعد اكبر موقع في العالم يهتم في هذه المسابقات، نادي الصقور وكذلك هذا المهرجان. هذا الموقع تحديدا يتم الكشف فيه على المنشطات للصقور التي فازت في المسابقات اللي تجرى خلال الايام الماضيه. في هذا الموقع تحديدا يدخل الصقارين قبل دخولهم الى الميدان والهدد كما يسمى باطلاق الطير وكذلك التنافس على المسابقات التمهيدية اللي هي تمهيدا للنهائيات اللي حتقام خلال الفترة القادمة. حيكون معنا صقر أو زايد وهو أصغر المشاركين. زايد اليوم فاز بأحد المسابقات المركز السادس، زايد صح؟ الخامس. زايد كلمنا عن كيف شاركت اليوم، مشاركتك الطير وش اسمه وابرز ال 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 تحدث. هذا الطير اسمه نوماس وهو حر قرناس واسم الطير نوماس وهذا. جميل جميل. كيف مشاركتك اليوم؟ والله هذا مهرجان الملك عبد العزيز، والله حلو. شكرا.